مجدداً تحتفي محافظة نينوى بربيعها الأخضر وزهورها الملونة من خلال مهرجان الربيع الثقافي الذي تقيمه وزارة الثقافة بالشراكة مع الحكومة المحلية. بأسلوب حديث وأفكار تختلف عن مهرجان العام الماضي، تستعرض مواكب المكونات الدينية والإثنية فضلاً عن المؤسسات الحكومية شوارع الموصل. مشاركات من المواكب تمثل أطياف نينوى وأيضاً فرق شعبية فلكلورية تؤدي رقصات بأزياءها الملونة. هذا المهرجان يعتبر أحد يعني الفعاليات التي يعتبر عرس لمدينة الموصل في شهر الربيع في كل سنة. أكثر من 40 موكباً رسمت مشاهد ملونة أعادت للموصل جمال تنوعها الإثني، ومهرجان الربيع يمثل صورة مشرقة تسعى الحكومة من خلالها إلى استعادة جمال المدينة على بساط أخضر. هذا المهرجان الذي بدأنا بإحيائه منذ العام الماضي وسيستمر إن شاء الله للأعوام القادمة أيضاً، هذا العام سيكون المهرجان متميز. فعاليات المهرجان أحيتها الجماهير التي احتشدت بالآلاف بمشاركة وافدين من دول عربية وأجنبية ومحلية للاحتفال بمهرجان الربيع بهدف إنهاء عزلة المحافظة عن العالم. احنا جايين من قرقوش حتى نشارك مهرجان الربيع، لأن مهرجان الربيع هو رسالة سلام وإشراق حضارة، واحنا أكيد كلش فرحانين بهذا المهرجان. أنا جاية من محافظة هوك لمهرجان الموصل، مهرجان الربيع طبعا مهرجان يجنن من ناحية التنظيم، الأجواء، الناس، حتى الحمد لله والشكر الأمن والأمان. رسميا انطلق مهرجان الربيع عام 1969 بفعاليات مثلت ثقافات سكان نينوى من العرب والكرد والتركمان، ثم أنشطة المسلمين والمسيحيين والشبك والكاكائيين والأيزيديين. محاولة إعادة إحيائه للعامين الماضيين كانت يعني متواضعة حقيقة. هذه السنة نطمح أن يكون هو مهرجان بمعنى الكلمة، ونطمح في خط يعني في القادم أن يكون مهرجان دولي كما كان، كما فيروز وصباح. وترجع احتفالات الربيع إلى تقليد آشوري، إذ كانوا يحتفلون بقدوم الفصل الأخضر وبداية السنة الآشورية أكيتو، لتتخذ وزارة الثقافة اليوم احتفالا سنويا يقام كل عام. هيثم أحمد، الحرة، الموصل.